بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابنائي بناتي طلاب وطالبات الثانويه العامه، معنا ومعكم اليوم حلقه جديده من حلقات مراجعه ليله الامتحان في ماده التاريخ. حلقه اليوم بنستكمل فيها حل اسئله التاريخ من خلال البوكلت، وبنشوف اسئله من انظمه اسئله البوكلت. نبدا اول سؤال. السؤال الاول بيقول لنا بما تفسر قيام الثورة السورية الكبرى عام 1925؟ طبعا الثورة دي، ودي موجودة في الفصل السادس عندكم، قام بيها سلطان باشا الأطرش. الهدف من الثورة ديت طبعا هو رفض السوريين لسياسة فرنسا الاستعمارية، حيث قامت بتمزيق سوريا إلى عدة دويلات، وقامت بالسيطرة على الاقتصاد السوري وربط العملة السورية بالفرنك الفرنسي والسيطرة على الوظائف الهامة. اقتطاع اجزاء من سوريا ادتها الى لبنان، فظهر لبنان بحجم كبير. سؤال بعد كده بيقول لنا اختر الاجابه الصحيحه فيما يلي: الف او ب او ج او د. قامت الحرب العالميه الثانيه عام 39، وكان رئيس مصر، رئيس وزراء مصر مين بقى؟ وكان رئيس وزراء مصر وقتئذ مصطفى النحاس، ولا علي ماهر، ولا حسين سري عامر، ولا محمد محمود؟ لو بصيت على الإجابة هتلاقي إن رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت كان علي ماهر، حتى هو رفض إعلان الحرب على ألمانيا، إن مصر يعني تخش الحرب ضد ألمانيا، وده أدى إلى غضب مين؟ غضب إنجلترا. السؤال بعد كده بيقول لنا أي صحة أو خطأ العبارة: كان المناخ السياسي عاملا أساسيا لظهور كفاح مصطفى كامل؟ طبعا العبارة صحيحة، ان المناخ السياسي كان مهيأ. تمثل في ايه المناخ السياسي؟ تمثل المناخ السياسي في سياسة الخديوي عباس حلمي في تقربه من المصريين، حيث افرج على المساجين الثورة العرابية، ويبقى اول حاجة عملها عباس حلمي ان هو افرج عن مساجين، يعني اللي هو مساجين الثورة، وعفى عنهم وادهم وظائف اخرى بس خارج الجيش، وكمان عفى عن عبد الله النديم، وتشدد بقى انجلترا في ازمه وزاره مصطفى فهمي. السؤال اللي بعد كده، سؤال بيقول لنا ايه: ما رايك في موقف الخديوي توفيق من مؤامره الشراكسه؟ الخديوي توفيق رأيي ان هو طبعا يعني نقدر نقول ان هو لم يكن وطني، وان هو كان متحالف مع الشراكسة الاتراك، لدرجة ان هو رفض يعني الحكم عليهم بالاعدام او النفي الى جهة معلومة، وتجريدهم من الرتب زي ما كان طالب بها الضباط العرابيين، وده اللي ادى لوقوع مشكلة بينه وبين الضباط، فده يدل على تخاذله وتآمره ضد الثورة العرابية. سؤال تاني بيقول: ما العلاقة بين سياسة المستشار الإنجليزي دانلوب ووزارة الشعب عام 1924؟ إن في علاقة بينهم وهي التعليم. بينما دانلوب أهمل التعليم وجعله بمصروفات، وجعله هدفه تخريج موظفين لخدمة الدولة، وعمل على زيادة الأمية، وأخضع المناهج يعني ضغوط من انجلترا، بنجد ان هو جعل المناهج المصرية تؤدي الى تخريج مواطنين خاضعين وخانعين للاستعمار ومستسلمين. العكس نلاقيه في وزارة الشعب اللي هي وزارة سعد زغلول، حيث انه عمل على زيادة ميزانية وزارة المعارف، وجعل التعليم مجانا للبنين والبنات. السؤال اللي بعد كده، اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي: مارس سياسة البطش الجماعي ضد المقاومة الليبية القائد مين بقى؟ موسوليني، ولا بيتان، ولا جرازياني، ولا هتلر؟ طبعا الإجابة واضحة، احنا عندنا اتنين بس كانوا من إيطاليا كان ليهم دور في ليبيا، موسوليني وجرازياني، فاللي عمل كده مين؟ جرازياني. سؤال بعد كده بيقول: ماذا كان يحدث إذا؟ ايه اللي كان يحصل لم يغير عباس حلمي الثاني سياساته المتشددة ضد الاحتلال البريطاني بعد حادثة فاشودة؟ ايه اللي يحصل لو ما كانش عباس حلمي غير سياسته؟
اولا لو ما كانش عباس حلمي غير سياسته كان استمر في مساندة الحركة الوطنية، ما كانش ظل لندن، ما كانش عمل اتفاقية الحكم الثنائي مع انجلترا، ايضا ما كانش ابتدى يعمل سياسة المسالمة والمهادنة مع المعتمد البريطاني الجديد اللي اسمه جويست. وطبعا كان استمر عباس حلمي في مساندة الحركة الوطنية، وبذلك استمر المناخ السياسي المشجع لكفاح مصطفى كامل. السؤال بعد كده بيقول بما تفسر عودة عرب فلسطين للثورة من جديد بعد التباحث مع لجنة بيل عام 1937؟ طبعا الإجابة إن عرب فلسطين لم يوافقوا على قرارات لجنة بيل لأنهم لقوا فيها انحياز لليهود، حيث أن اللجنة قد أعطت أفضل الأراضي في فلسطين لليهود، إن اللجنة تعتبر قراراتها اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني لأنها تبص على إنشاء دولة عربية ودولة يهودية، وبعدين إن اللجنة قد أعطت أفضل الأراضي في فلسطين اليهود وهي الأرض الخضراء زي ما إحنا قلنا، فبالتالي عادوا مرة أخرى للمقاومة. شوف السؤال اللي بعد كده، السؤال بيقول لنا اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: قضى عبد العزيز آل سعود على قوات الشريف حسين بن علي عام 1919 عند ايه بقى من المناطق دي؟ حائل ولا تربة ولا عسير ولا الطائف؟ طبعا 19 هو هزم الشريف حسين في موقعة تربة. نشوف السؤال اللي بعد كده، السؤال بيقول لنا ايه؟ أيد بالأدلة التاريخية صحة العبارة الآتية. هنا بقى بقول له صحة، ما قلتلوش أي حاجة تانية. نجاح سياسة مصر قبل حرب أكتوبر على الصعيد العربي. فعلا الدليل، العبارة صحيحة، الدليل على ذلك أن السادات الله يرحمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات عمل على تنقية الجو العربي من الخلافات، وعمل على يعني لم شمل الدول العربية، وخلى الدول العربية توافق على تقديم الدعم لمصر وسوريا خلال حرب أكتوبر 73. يبقى مصر نجحت في حل الخلافات وتنقية الجو العربي من المشكلات اللي كانت موجودة حتى نضمن وقوف العرب معنا خلال حرب أكتوبر 73. سؤال بعد كده بيقول ماذا كان يحدث إذا لم يتم فك رموز حجر رشيد؟ لو ما كانش تم فك رموز حجر رشيد كان إيه اللي هيحصل؟ أولا لازم ننفي ونقول ما كناش عرفنا فك رموز الكتابة المصرية القديمة، ما تعرفنا على الحضارة الفرعونية، ما تعرف العالم على أسرار الحضارة الفرعونية، يعني مش احنا بس، لا ده العالم كله ما كانش عارف ايه هي حضارة مصر، ولا احنا كنا عرفنا تاريخ مصر ولا اسم الملوك ولا اعمال الملوك. فك الرموز عرفنا الاسرار الخاصة بتاريخ مصر الفرعوني، ودي طبعا اعرق حضارة في العالم. نشوف السؤال اللي بعد كده، السؤال بيقول لنا ايه؟ ماذا كان يحدث اذا لم يهتم منو بالقضاء في عهد الحملة الفرنسية؟ طبعا نشوف منو عمل ايه في القضاء ونعكس الكلام اللي عمله. اولا ما تم وضع مبدأ اللي هو اللجوء للقضاء بدل الدية، لانه هو لغى مبدأ الدية، يبقى كان استمر مبدأ الدية ولم يتم اللجوء للقضاء. كمان لم يتم انشاء محكمه لكل طائفه، لان من ضمن اعماله ان هو عمل محكمه لكل طائفه، المسيحيين واليهود والارمن وكده. السؤال بعد كده بيقول لي ما رايك في عيوب مساق جامعه الدول العربيه؟ طبعا انا رايي ان الجامعه فيها المساق كان ضعيف، تحس ان الجامعه دي اتحاد حكومات وليس اتحاد شعوب، أن قرارات مجلس الجامعة ملزمة فقط لمن يقبلها وليست ملزمة لجميع، أن الجامعة فشلت في إيجاد جيش عربي وهذا أدى إلى ظهور ضعف الجامعة خلال محنة حرب فلسطين 73. سؤال بعد كده، اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: اضطرت دول المواجهة اللي هي مصر وسوريا ولبنان والأردن لعقد هدنة مع إسرائيل عام 49. هذه الهدنة هي فين بقى؟ قبرص
ولا في مالطا ولا رودس ولا سومطرة؟ الإجابة طبعا هي هدنة رودس. سؤال تاني، السؤال ده عبارة عن جملة وبعدين ناخد منها اللي احنا عايزينه. السؤال بيقول: من أهم أهداف الاستعمار الأوروبي التخطيط لاستغلال موارد العرب والسيطرة على الأسواق، في ضوء هذه العبارة أجب عن ألف أو ب. وضح مظاهر التنافس الاستعماري، مظاهر التنافس الاستعماري الأوروبي في تونس. هنقول أن كان في تنافس استعماري، وكلما حصلت دولة على امتياز حصلت الأخرى على مثله. كان في تنافس بين إنجلترا وفرنسا وإيطاليا من أجل إقامة مشروعات استثمارية، وللأسف كان حكام تونس لهم دورا في جذب التنافس الاستعماري إلى تونس. ومن أشهر حكام تونس هو الباي محمد والباي محمد الصادق. الباي محمد أصدر عهد الأمان وسمح فيه بمجيء الأجانب، والباي محمد الصادق أصدر دستور. هذا الدستور ناتج عنه استثمارات أجنبية. الاستثمارات دي أي نعم عملت على تحديث تونس، ولكنها أدت إلى وقوع تونس في مشكلة القروض الأجنبية. سؤال تاني من الأسئلة اللي كويسة اللي احنا بنحب نتكلم عنها، اللي هو السؤال بيقول: ما رأيك في انحياز الدول الأوروبية لإيطاليا على حساب الشعب الليبي؟ طبعا هقول إن الدول الأوروبية موقفها موقف استعماري، حيث انها بدلا من الوقوف مع الشعب الليبي في كفاحه، لا، ساندت ايطاليا ضد الشعب الليبي. عندنا سؤالين كمان من الاسئله اللي عندنا، اختر الاجابه الصحيحه فيما يلي: كان ملك فرنسا لويس نقط يطمع ان تتنازل له الدوله العثمانيه عن مصر، انهي لويس بقى؟ التاسع ولا الرابع عشر ولا الخامس عشر ولا السادس عشر؟ طبعا الاجابه كلكم عارفينها، هي الخامس عشر. طبعا نحب ان احنا نقول نصيحه لاولادنا وهم بيحلوا الاسئله في الامتحان: لازم يكون عندهم تأني في القرايه، وعندكم في البوكلت بيبقى فيه خمس ست ورقات كده مسوده من ورا، عشان لو نسيت حاجه وانك ما قضاش الاجابه. بس هي باذن الله طبعا بيبقى معمول حساب السطور زياده عشان تجاوب. لو حصل حاجه زي كده فالمسوده دي تستخدمها استخدام كويس جدا، وتوضح فيها انت مجاوب سؤال ايه، وخاصة تيجي عند السؤال اللي انت هتجاوب جزء منه في المسودة وتقول تابع اجابة السؤال في المسودة في الخلف صاد كذا. فاحنا عايزين نستخدم الورق اللي موجود عندنا استخدام كويس، وياريت دايما نقرا السؤال قراية متأنية عشان نقدر نحدد انهي سؤال هنجاوبه، خاصة في حالة لما يبقى في سؤالين يقول لك اختار واحد منهم. بكده ابنائي اعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة مراجعة ليلة الامتحان، وحتى نطمئن عليكم ونهنيكم بالنجاح والتفوق، لكم منا كل الأمنيات الطيبة. كان معكم مهندس الصوت محمد عبد الرؤوف، ومعكم المشرف على الحلقة محمود سالم.